اتهام يا فندم. انت كنت فين لحظة اكتشاف المزرعة؟ كنت نايم. كنت نايم؟ نايم. طيب وانت كنت فين؟ اقول يا فندم. اتفضل. يعني عادي ما تترددش. لا كنت في الحمام يا فندم، في دبل سي الحمام. ما اصل حضرتك احنا جينا بعد اكتشاف المزرعة. طيب ايه شعورك انت دلوقتي؟ انا حضرتك هو شعوري يعني عمري ما حسيته في حياتي قبل كده. شعور جديد 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 يا فندم. تحب تقول ايه لشبابنا دلوقتي؟ انا اقول يا فندم لكل الضريبة ان هم يخلي بالهم من صحتهم ومن فلوسهم يا فندم. تخيل يا فندم باكيتة البانجو بقت ب 20 جنيه وما بتعملش غير 3 سجاير وسمسون. سمسون؟ سمسون صغير كده. وانت تقول ايه للشباب؟ اقول يا بيه ان احنا هنا بنحارب عدو كبير قوي، عدو بيضحك على الشباب اللي مش فاهم حاجة. قول لهم يا بيه، قول لهم. جندي عبود، احنا واحنا على الهوا تحب تقول ايه لاي حد؟ توجه رسالة لمين؟ اوجه رسالة لوالدي يا فندم. اقول له يا والدي ما تخافش على ابنك عبود. عبود صلب وسط التراب وسط الزلط وسط الالغام وسط الحياة بمجرد اللي بتقول فو فو فو. يبقى لك عزيزي المشاهد ان تعرف انه تم القبض فقط على حارس الارض ولم يتم القبض على الجناة الاساسيين، لان القانون لا يعطي الحق في هنا في تملك الاراضي، وانما نحن نناشد المسؤولين بضرورة اصدار تشريع بحقية المواطنين في تملك الاراضي حتى يتم حصر اصحاب الاراضي الخارجين والحد من زراعة البانجو. أهلا بحضراتكم مرة تانية. طبعا ده جانب يمكن لطيف وخفيف من مهنة، الحقيقة هي دايما مهنة صعبة. احنا بنتكلم عن الأستاذ خيري حسن، واحد من أعلام الإعلام المصري وخبرة طويلة تفوق أكثر من 40 سنة ما شاء الله في العمل الإعلامي وتحديدا الإخباري. وش مصري دخل على قلوب المصريين بدون استئذان، وكان يمكن مرافقنا طوال سنين عمرنا خاصة واحنا صغيرين. وكمان خلينا نقول انه مش بس عرفناه من خلال نشرات الاخبار او كسر النمط التقليدي انه مذيع الاخبار ده راجل جد جدا وعلى طول مكشر او كده، لكنه كمان قدر يخش بشكل محبب كمان من خلال كتير من اعمال الدراما والتلفزيون. حكايات كتيره واسرار كتيره هنعرفها من الاستاذ خيري حسن، اللي انا نفسي بقول ان انا في ضيافته النهارده مش هو في ضيافتنا، لانه كمان كمذيع اخبار بعتز جدا بوجودك معنا النهارده. اهلا بيك، منورنا. صباح الورد يا فندم. الله يخليك. صباحك صباح الورد يا فندم، وحضرتك منورنا ومنور شاشه تن بجد. ويمكن حسام قال بعض الكلام اللي جوايا وانا قلت بعض منه الصبح، لكن يمكن اللي جوانا اللي حضرتك يعني الاثر اللي حضرتك سايبه فينا كبير جدا. الله يخليك. وخلينا نتكلم عن الاعلامي الكبير خيري حسن، والبدايات كانت عامله ازاي، وحضرتك دخلت الاذاعه ازاي وامتى؟ والحقيقه يعني اولا بشكركم طبعا، وانا متابعكم دايما وبتمنى لكم التوفيق، وانا عارف ان كنتوا خطواتكم سريعه وتوصلوا بدري ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا ربي. وقناه تن بصراحه جميله قوي. شكرا يعني هي بدات قويه وما زالت يعني ان شاء الله. كنت دايما اشوف الصور على الكباري وقلت القناة دي هتبقى حلوة طالما فيها طيب. صور كتير على الشارع. طبعا نظرة حضرتك. الله يخليك. البدايات يا فندم كانت عاملة ازاي؟ هل كانت البدايات سهلة ولا صعبة؟ حضرتك طبعا من نجع حمادي، فعايزين نعرف بقى القصة بداية من نجع حمادي. هو الحقيقة كنت دايما احب اقرأ يعني الجورنال بصوت عالي، وبعدين كان دايما في الزمان يعملوا معسكرات كتير قوي في للشباب. فقالوا يعني في من ضمن الفقرات زي الكشافة كده، يعني من ضمن الفقرات انه واحد يقرأ لنا الجرائد في الميكروفون. فقالوا انت يعني كويس في يعني اشطر من هنا في قراية الجرائد في لا في القرآن في الـ في الـ في المسجد يعني. فينفع لقيتهم انبسطوا ان انا قريت، فبقيت اقلد الله يرحمه جلال معوض صبري سلام الله يرحمه. ف يعني هم الناس اللي وبديت حضرتك كان فهمي عمر كمان، الاستاذ فهمي عمر سهل عليا حاجات كتير جدا. يعني بعد ما خلصت جامعه اخويا كان شغال معاه مخرج، فقال لي خلاص تعالى، هو وعدني وقال لما يخلص خليه يجي. فاول مره ادخل ماسبيرو كنا رايحين الاستاذ فهمي عمر انا واخويا فتحي الله يرحمه،
ولقيته سابني وطلع يجري عند الاسانسير، والناس جريت اللي عند الباب كلهم عند الاسانسير وسابني، انا مش عارف اروح فين لانه مبنى كبير ضخم طبعا. فلما رجع قال لي قلت انت رحت فين؟ قال لي ده عبد الحليم حافظ كان عند الاسانسير، فالناس كلها راحت طبعا تسلم عليه. ما كانش في موبايلات سيلفي ولا حاجه، سلامات وخلاص يعني. قلت له كنت خدتني معاك عشان توقيع الاوتوغرافات وكده. قال لي لا ما تستعجلش قوي. فانا كان نفسي برضو احب اقابل الفنانين يعني كده. جت بالصدفه يعني بعد ما اشتغلت، كان بمناسبه الفنانين يعني، كان صعب جدا انه تتصل بتليفون ويرد عليك. كانت شبكه التليفونات صعبه جدا، وحشه وحشه. مش موبايلات بقى وفيش السرعه دي. لا، واللي لما نمره تجمع يبقى معجزه. فكان الاستاذ فهمي عمر راح يتوضى، فتليفون رن. مين؟ قالت لي انا فايزه احمد، عايزه الاستاذ فهمي. الله. قلت لها ده بيتوضى حضرتك، اطلبيه تاني. قالت لي مش ممكن، ده انا بالعافيه لقيت جمعت النمره. انت خليك معايا انا هغني لك لغايه ما يجي. قعدت تغني في التليفون. يا بختك يا حظك. حضرتك تتذكر الاغنيه اللي غنتها لك في المكالمه دي؟ والله هي عملت زي ما تقول كوكتيل. الله الله، ده حضرتك وحفظتيها. والله عملت كوكتيل اغاني جميله كده، وقعدت قلت يا رب ما يجي دلوقتي الاستاذ فهمي عشان نسمع بقيه الاغاني. طب انا هروح مع حضرتك كمان لنقطه مهمه، بس انا عايز يعني يمكن الموقف ده حضرتك مش هتفتكره. انا من 12 سنه قابلت حضرتك في اكاديميه اي ام اس هنا، وكنت ساعتها لسه في سنه اولى كليه اعلام. كنت عايز ابقى مذيع اخبار، وبعدين رحت سالت حضرتك، كنت حضرتك بتدي محاضره هنا، فانا رحت سالتك بس خير انا عايز ابقى مذيع اخبار اعمل ايه؟ قلت لي لازم تمسك كل يوم الجورنان تقراه بصوت عالي وتهتم باللغه العربيه، عشان حضرتك قلت لسه النقطه بتاعت صح تقرا الجورنان دايما بصوت عالي. بس انا اول واحد تنبأت لك بقى. يمكن بقى بقيت مذيع اخبار. صوتك رخيم وحلو يعني، قريب من النحاسي، فصوت النحاسي ده حلو قوي. اشكرك. وانت صوتك مائي يعني، مائي برضه جميل. يعني ازاي بقى الصوت المائي ده بيبقى كويس ولا مريح؟ حضرتك برضه تقول هو المريح يعني. كنا دايما نقول لناديه صالح الله يرحمها يعني هنا صوتها مائي. ده تشبيه عظيم. انت صوتك مائي وانت صوتك نحاسي. الله يخليك. طب اختبارات الاذاعه بقى ساعتها كانت اختبارات صعبه، وانا عارف انه كانت المقاييس زمان برضو صعبه، دخول التلفزيون المصري او دخول الاذاعه المصريه كانت محتاجه شغل مختلف. ده كان امتحان تحريري صعب جدا. انجليزي ترجمه، وامتحان عربي يعني في المعلومات العامه وكده. حتى بقى انا فاكر لقيت الموضوع بتاعي اللي انا هترجمه موضوع علمي. وانا انت عارف في الانجليزي مش كان موضوع صعب شويه. صعب جدا. طب عملت ايه طيب؟ اللي لقيت انيسه جنبي برضو بتمتحن، فقلت لها لو سمحتي ممكن تساعديني. فلقيتها بصيت لي كده وندهت للمراقب، قالت له الاخ ده مش مضايقني. خبر ابيض. فقال لي قوم انت هتغش هنا كمان. الحته اللي نقلت منها طلعت حلوه قوي، كان جنبي الاستاذ اسماعيل الششتاوي رئيس الاتحاد اذاعه التلفزيون السابق، ساعدني في ومشت عملت. بعد ما نجحت وانا في النشره لقيتها هي محرره بتعمل لي النشره بقى، قلت لها فاكره الموضوع. طب النشره دي مش عجباني غيريها. ده انتقام الزمن. طيب حضرتك يعني دايما ارتبطت باحداث صعبه وكبيره، ويمكن من اول يوم حضرتك قلت كان حظك اول نشر في الاذاعه اخبار بيقولوا ان ده حظك كويس انه حدث كبير، لكن بتبقى احداث صعبه. من اول يوم كان حاسس اغتيال. اول نشره ليا كان استشهاد يوسف السباعي الله يرحمه، كان في اول يوم. فكان في قبرص. وبعدين عايزين ما عندناش داتا بقى عن اي حاجه خالص، ما فيش نت ولا حاجه خالص يعني، المعلومه اللي هو ممكن نلاقيها واحد يكون في عارف حاجه. واحد شخص. فلازم اغطي انا املى الوقت بعد ما قلت الخبر. لازم نعرف تفاصيله. وما كان مش صعب جدا ان احنا نتصل بحد يقول لنا التفاصيل. طبعا. فكنا بنعوضها بكلام بقى. فالحمد لله الواحد برضو يعني بيبقى عنده معلومه، لانه هو كان وزير الاعلام برضو. فعندنا معلومات عنه. جات الصدفه احداث الامن المركزي في التلفزيون، اول نشره برضو ليا كان احداث الامن المركزي 86. 86 اول نشره بقى في التلفزيون المصري.
ده كان يوم صعب ازاي اصلا وصلت التلفزيون؟ اكيد كان في مغامره. ايوه اكيد كان في مغامره للوصول للتلفزيون في الوقت ده. صح، صعب جدا. طيب يا ريت لو حضرتك تحكي لنا عن المغامره دي، لانه برضو لازم الناس تكون عارفه انه النجاح مش سهل الوصول ليه. احنا اتعامل امتحاننا غريب جدا. يعني كان ناس من اعضاء مجلس الشعب ومواطنين جايين يزوروا وزير الاعلام، فكان عنده الشريط بتاع الامتحان، قال لهم انتم مش ممثلين الشعب، ما تختاروا لي ثلاثة من الجماعة دول. فشغل لهم الشريط، اختاروني انا ونادر دياب وهلا ابو علي. فكان حاجة جديدة جدا انه اللي اختارنا ناس ممثلين الشعب مش متخصصين. يعني قال لهم عشان بعد كده ما تقولوش انه شكله وحش وصوته وحش وكده، قولوا من دلوقتي. طيب يمكن حضرتك ارتبطت في أذهاننا وأذهان الناس بكارثة زلزال 92، ولأنه حضرتك اللي أذعت خبر الزلزال، حضرتك اللي قلت للناس أو أكدت للناس فعلا أنه في زلزال في مصر سنة في 92، طبعا أكتوبر 92. طيب يعني عايزين نعرف من هاي كده ذكرياتك مع هذا الخبر، وإيه التفاصيل اللي كانت وراء الخبر ده؟ طبعا احنا يعني الهزة كانت شديدة جدا، الناس كلها جريت، لقيت وانا جريت معاهم لقيت نفسي كلنا عند على الكورنيش. خارج المبنى، خارج المبنى، خارج مبنى الماستيرو. هم قالوا المبنى بيقع مش قالوا زلزال. فجرينا على الكورنيش، فقلت لا اكيد في خبر هيتقال دلوقتي. فكنت بصطاد الاوقات دي الحلوة دي اللي هي محدش يكون موجود فيها. طبعا طبعا اوقات مصرية ما كله جري بقى. فرجعت تاني. حتى الصحفيين قالوا لي انت ما نزلتش على الكورنيش، قلت لهم لا انا بحب مصر وراجل مصري فقالوا لي احنا شايفينك على الكورنيش. قلت لهم انا بقول لكم عشان تكتبوا بس. فزعت اول خبر بتاع الزلزال، انه اولا طمنا الناس انه خلاص انتهى. ثانيا اول ناس احنا قلنا انه في ضحايا في العمارة مصر الجديدة. مظبوط. والمحافظ عمل لنا خيمة جنب العمارة على ما نطلع اجسام ده. يعني خيمة للتلفزيون جنب العمارة اللي واقعة لغاية ما اجسام يطلع. لملاحقة الاحداث اول بقى الى ان ظهر اجسام بقى. لحظة خروجه ولحظة انه صاحي وبيتكلم كله ده سجلناه احنا اول ناس. لأن ما كانش فيه غير تلفزيون القناة الأولى والثانية بس. وحضرتك جريت وقت الزلزال الأول صح؟ جريت بس رجعت تاني قلت أكيد في خبر هيتقال. أنت بعد ما نزلت وجريت على الكورنيش قلت لا ده في رحت راجع تاني. من باب المسؤولية يعني. هي الهزة الإنسانية برضو يا حسام، الأدرينالين بيخلي الواحد يجري. بس حضرتك يجري بس لما بعد كده فكرت قلت لا مين هيقرأ الخبر؟ كلهم جريوا. صح. فرجعت تاني فعلا كان الخبر الناس ارتبط في اذهانهم ان انا ازيحت اول خبر بتاع الزلزال واول خبر لاكسم انه خرج ظهور اكسم في يعني تبعات الزلزال. واول ورحنا معاه السفاره لما الشيخ زايد الله يرحمه عمل له مكافاه. بس هو كان يعني خلاص يعني مخه مش مظبوط خلاص بقى زهد من اللي شافه طبعا. هل صحيح انه حضرتك مثلت ان انت اتضربت في احداث امن المركزي عشان ما تترفضش في التلفزيون؟ ما هو كبيرة المذيعين كانت صعبة جدا. استاذة اسامة سيد كان اسمها اسامة سيد. فقالت لي لو كان متك عليا قوي في المواعيد. فبصيت لقيت كان احداث الامن مش الامن المركزي احداث انتفاضة يناير الانتفاضة اللي هي 77 يناير. وما عرفتش اوصل التلفزيون خالص. حتى خدت تاكس والتاكس واقف مع العربيات. ما فيش كان راجل عجوز انا فاكره اللي هو سواق التاكس. وبقيت اضرب في نفسي واخبط على رجليا ويقول لي يا ابني انت وترتني، لو ليك نصيب هتقراها تقراها ما توترنيش. وفعلا قلت لا اروح للصيدليه بقى عشان يعني تحلي لي الموقف. قلت له الف لي دراعي عشان انا عايز اعمل تمثيليه كده عشان هترفد. فحط لي ميكروكروم ومش عارف ايه وعملت. رحت لها جري بقى قلت لها ده انا كنت، قالت لي ده كويس ده انا قلت يا رب ما يجي. قلت لها والله يعني مش هترفضوني؟ قالت لي لا. ورحت شايل قدامها يعني حضرتك هديت المسرحيه كلها اللي حضرتك رتبت لها قدامها. وطلعت قلت الخبر.
طب نروح مع حضرتك في حته برضو يمكن دقيقه، وفكره او وقت اغتيال السادات ربنا يرحمه، حضرتك يمكن الموقف ده علم جدا في حياه حضرتك وكان ليه تبعات كمان لما وصلت ماسبيرو بعدها. صح، هو كان يوم فعلا الواحد كان قلبه منقبض من اول اليوم، يعني ما يعني حاجه سبحان الله. أنا كنت في مكان الأحداث نفسه، بس كان الإذاعة بتبقى ورا بقى، يعني مكان زجاجي كده، وكانت جنبنا في الأوضة الزجاجي التانية سيدة جهان السادات وفايدة كامل وولادها يعني. فحصل الضرب، وفي اللحظة دي بس يبقى الإنسان كأنه مغمى عليه أو في عالم تاني، لأنه بيبقى حاجة غير منطقية اللي حصل، فبيبقى الواحد مش مستوعب. الا الفني اللي معايا لقيت نفس لقيته بيزحف على بطنه كده في ناحيه جامعه الازهر، بقيت ازحف معاه. حتى هو لغايه دلوقتي مسكين عنده حاله عصبيه، اول ما يسمع ضرب نار يروح يزحف على بطنه في حبيبي طبعا، من تلقائيا كده. ما رحنا التلفزيون، كان الحرس الجمهوري استلم المباني المنشات المهمه طبعا، منشات الحياه كلها، ووزعنا بقى الخبر على اساس ان هو أصيب في كتفي، كان ليها مغزى كبير قوي انه هم بس حضرتك كنت عارف انه الجامعات الاسلاميه استولوا على المحافظات، يعني استولوا على اول حاجه اسيوط وموتوا حوالي 80 ضابط، ولسه هيستولوا بقى على المنيا وهنا، وكل واحد عمل نفسه محافظ. فلما سمعوا ان هو اصيب في كتفه يبقى غيروا الاستراتيجيه خالص، ما عملوش حاجه. خبر مربك، عاملين حسابهم ان هو توفى. وفعلا عرفت انه الامن القومي المصري يعني فعلا كله لصالح البلد، يعني لما يعمل حاجه الواحد ما يناقشش فيها. دي لصالح البلد، اي حاجه تتعمل يبقى لصالح البلد. حضرتك بقى رجعت ماسبيرو، كان القصه بقيه بقى، وكان في محاولات اعلان الدوله. لقيت واحد من الفنيين يعني مرتبك كده، لانه لما قلنا وصيب في كتف ولقيته ارتبك هو برضه. فالامن برضو عندنا عند الحاسه الامنيه بتبقى شديده قوي في المواقف دي، فشكوا فيه لقوا معاه شريط، شافوه لقوا خبر عن قيام الدوله الاسلاميه، حتى جايبين مذيع كمان. يعني مش هياخدوا مذيعين من المبنى ده، جاهز قيام كان مع البيان اذاعه خبر الدوله الاسلاميه. الحمد لله برضو ده اتاخد بسرعه، لانه كان لو الشريط ده حطه هو، لانه هو فني ممكن يحط الشريط على الهواء، كان عمل ربكه كبير، فكان عمل ربكه جامده قوي. الراجل ده من ساعتها لغايه دلوقتي مش عارفه فين، يعني ما جاش، ما شفناهوش. خلاص بقى، يعني هو خيانه طبعا ده شخص خائن للوطن، خيانة وللامانه كمان العمليه، بس طبعا للوطن. صح. طيب نرجع تاني بقى للمواقف الطريفه، وحضرتك كان ليك موقف طريف برضو مع الفنانه ماجده، يعني يا ريت لو حضرتك تحكيه لنا بقى. قبل الفنانه ماجده كان في تتر النشره كان عامله الفنان محمد عبد الوهاب الله يرحمه. ايوه، بس انا اول مره اعرف انه الملحن اللحن بتاعه كانه زي ولاده كده. فكان في حاجه احنا طولنا قوي في النشره، وفي برامج بعد كده مثلا نادي السينما النشره كانت منه شويه. فالمخرج بتاع التنفيذ قطع على التتر الاخراني. لقيت في تليفون المخرج بيقول لي اكلم واحد، بيقول انا محمد عبد الوهاب. فلما قلت له الو عرفت صوته. قال لي انت المذيع؟ قلت له قال لي طب ليه يا ابني بتقطع على شغلي؟ ده انت مش عارف انه اللحن زي ولادي؟ وانا تعبت فيه. قعد يحكي لي ظروف اللحن، قلت يا فندم والله ده غصب عننا، عشان في نادي السينما احنا خدنا منه يجي ربع ساعه. فقال لي برضه لا لازم تحترموا الملحن اللي عمل الشغل ده، وقعد اداني درس طبعا. بقى يفتكرني ان انا اللي عملت كده بالظبط. ف يعني قلت له احنا هنحاسب اللي عمل كده ضروري يعني. ده أول مرة أسمع صوت محمد اللي هو بيكلمنا أنا يعني. ولأنه عادة اللي قاعد قصاد الشاشة بيبقى يعني مش عارف إيه اللي بيدور في الكواليس. طبعًا. للمخرج ولا المعد ولا فهو طلب إنه يكلم حضرتك. بالنسبة للفنانة ماجدة ربنا يديها الصحة، كان أول أوردر ليا الأستاذ فهمي عمر، كان بيعمل مجلة الهوا، وقال لي أنا واخد الميعاد روح أعمل معاه اللقاء. كانت أول فيلم العمر لحظة، كان بمناسبة أعياد أكتوبر برضو.
فأول مرة أشوف يعني أن أنا هعمل لقاء مع فنانة، وبعدين أنا لسه جاي من الصعيد كمان، ما كملت الشهرين في ال... فقالت لي حضرتك تاخد معايا ويمبي؟ قلت لها لا أنا ما بشربش. فبصت للسكرتيرة وقعدوا يضحكوا، فهي اتكت على الموضوع ده، قالت لي لا طب ايه رايك هتاخد معايا؟ قلت لها مش ممكن، مش هيحصل، انا مش حد الله حد الله ما بيني ما بين الحرام. طلع سندوتشات ده لسه وقت بدايته. طبعا كانت احلى سندوتشات بعد الموقف الطريف ده، كانت سندوتشات كان احلى لقاء. يعني هي الموضوع ده فكني، خلاني اسال براحتي، و يعني خدت على الموضوع كده. ودخلك بعد كده كمان في علاقتك مع الفنانين الدراما والسينما، وانت كمان ليك علاقه مع الزعيم، خلينا والله ربنا يديله الصحه، كان بيطلب حضرتك بالاسم في حتى بعض بقول له يعني سيادتك بتاخدني كتير. يعني قال لي انت بتديني مصداقيه، يعني في يعني لما اكون عايز مذيع في العمل بتاعي لازم يكون واحد الناس عارفاه وبتصدقه طبعا. فجت فيك انت بقى، قلت له ده شرف ليا والله. وكانوا بيستعينوا بيك في بعض الاحداث التاريخيه، لانه حضرتك كنت بتتدق يعني في تعلق حرب فعلا الخليج. يعني حتى انا كنت مثلا احداث حرب الخليج كنت بكتبها، اكتب انا الخبر اللي انا قريته. يعني حتى كان فيلم، تفتكر بقى من ساعتها من وقتها كان فيلم العاصفه، يوسف شاهين الله يرحمه كان هو وخالد خالد يوسف كان معاه في الفيلم بيعملوه. ايوه عملت حوالي 8 نشرات في العاصفه، كله كان عن حرب الخليج. حضرتك غطيتها كمان صح؟ سافرت مخصوص الحقيقه كان الاحداث دي برضو بتحسسني بالتواجد المصري في الاحداث الكبيره دي. يعني بفرح قوي انه بيعملوا حساب مصر في الموضوع. يعني مثلا قوات التحالف برئاسه امريكا كانوا عاملين لي كارنيه التلفزيون المصري طبعا. لما رحت حرب البلقان البوسنة والهرسك حلف الناتو كان عامل حساب للتلفزيون المصري طبعا. فالحقيقة كان في كنت بفرح قوي، كان نفسي بس اللي مضايقني ان انا كنت لما انزل اي بلد سواء اوردر رئاسة او اوردر تاني برامج افتح التلفزيون في الفندق ما لاقيش حاجة للتلفزيون المصري خالص ولا الفضائية المصرية، الاقي التلفزيونات بيزعلك ده العربيه الجزيره كده. طب وفين التلفزيون المصري؟ لازم تتحل الحكايه دي، ان انا اي بلد اشوف تلفزيون من بلدي. ده مشهد لحضرتك كمان من ايام حرب الخليج. الخليج ده الخبر ده منتشر دلوقتي على اليوتيوب، في شهرني اكتر من الاخت بتاعه الكويت. ده طبعا يا فندم دي حاجه ما فيهاش كلام، يعني وحتى لو ما كناش بنغطي حرب الكويت ده حضرتك يعني والله، بس هو الحقيقه الشعب الكويتي شعب جميل جدا، المسؤولين هناك تلفزيون الكويتي ساعدني جدا جدا. وبعدين انا كنت بروح انقل اخبار الجرحى المصريين اطمن اهاليهم، بس الناس كانت تبقى تطمن يعني على الجرحى، ما كنتش مركز على الحرب، كنت مركز على الجرحى المصريين في المستشفيات. يقول لي اقول له طمن اهلك في كلمه كده وحضرتك شفت جرحى وناس سقطت طبعا لانه في ناس احيانا عن جهل بيستنكروا الدور المصري. لا 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 جرحى مصريين والله، وكانوا يعني شهاده حيه على 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 الاحداث الاخيره. لا 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 ده انا يعني فاكر واحد مصري لغم بيقول لي لغم جديد قوي انه بينفجر مع درجه حرارتك. يعني حتى ما تدوسش عليه اساسا، ده درجه حرارتك يروح منفجر فيك من بعيد. اسلحه جديده بتستخدم اسلحه جديده خالص. عامه ده رد حضرتك يعني، ده ممكن يكون رد على النائبه. لا والله، وهي يعني برضه يمكن برضه وكان ده لا يعبر عن شعب، شطحات يعني فرديه بس، انما هم انا عايز اروح حاجه مره ثانيه للعاصفه، لانه ليك موقف مع الكبير يوسف شاهين برضه. فعلا هو اول مره حتى الاستاذ خالد قال لي انت ضحكته ازاي، ده عمره ما ضحك. هو قال ايه البدله دي الكروما بتاعتها ما ينفعش، غيروا له الجاكيت عشان الكرومه. فقالوا له ما جابش غير البدله دي اللي معاه. فقال لهم هاتوا من المخزن. فجابوا لي جاكيت مكمكم كده وريحته وحشه قوي. ف
فقال لي ايه مالك؟ قلت له يا فندم انا اراهن انه الجاكيت ده حضرتك كنت لابسه في فيلم الباب الحديد لانه من ساعتها ما اتغسلش. من ساعتها. فقالوا لي انت ضحكته ازاي يعني كده؟ ده ضحك. قلت له ما بيضحكش. قالوا لي لا. وفعلا طلعت مني كده من كتر ان انا متضايق من الجاكيت، بس طلع لونه حلو قوي في المسلسل. هو طبعا ليه نظره كمخرج، بس طبعا كمعروف عن لازم الكرومه مش هينفع صرامه. طيب من صرامه الراحل يوسف شاهين للزعيم بقى، والمواقف برضو اللي بتجمع ما بين حضرتك وما بين الزعيم عادل امام، في اعتقد اكيد في مواقف كتير طريفه صح ما بينك وما بينه. يعني يا ريت لو حضرتك تحكي لنا عن اي موقف ما بين حضرتك وما بين الفنان عادل امام يكون طريف. طبعا. هو اولا طبعا بيوصي عليا في الاجر، يعني لو ما وصاش في الاجر هيبقى الاجر مش حلو. فهو باول حاجه بيعملها بيوصي الاستاذ رامي، انه حتى مره في خبر نسيوه هم، فقالوا لي تعالى طلبوني، قالوا لي تعالى في خبر ناقص. فقلت يمكن بتابع المبلغ اللي خدته، فعملوا لي نفس المبلغ تاني. هو برضو وصاهم على كده. والاستاذ رامي برضو ربنا يديله الصحه، وفن مخرج كبير قوي يعني. ما عشان كده عايزين نفكرك بمشهد كده مع الزعيم لو نتفرج عليه. ايه اليوم؟ لا اصل كان في مداخله كده كنت عايز اعملها. معلش الحقيقه الظاهر ان وقت البرنامج خلاص انتهى، بيكلموني على الاربيس بنهايه البرنامج. انا بشكركم شكرا جزيلا، وشكر خاص للاستاذ عبد الحميد بيل بكري الخبير الاستراتيجي، وانا عارف ان حضرتك مقل في الظهور في الاعلام. انا بشكرك شكرا جزيلا. لا حبيبي انا تحت امرك وتحت امر الساده المشاهدين. هو الاستاذ عادل امام زعيم فعلا والله. ده كان مسلسل العراف؟ العراف صح. العراف صح؟ هو دايما لما اقعد معاه لازم احكي له على اخر الاحداث. واضح انه يعني مشغول ما بيتفرجش على التلفزيون، فاقعد احكي له على اخر الاحداث اللي حصلت في العالم في مصر كده، فهو يحب يسمعها مني يعني. بالظبط انا كنت اقول لحضرتك هو يحب يسمع من حضرتك زي ما كان بيشوفها في النشر زمان يعني، او زي ما اخر مسلسل برضه اللي هو السنه اللي فاتت جابوا لي الخبر بتاع عن في اسكندرية في ناس ماتت في مستشفى دواء غلط او انسولين غلط او حاجة كده، انسولين منتهى الصلاحية، فكان بيدور حوالينه الخبر ده. وهي حادثة وقعت بالفعل. وقعت بالفعل في اسكندرية، والنائب العام حقق فيها واتحبست الناس اللي هو مسؤولين، فقال لهم لا خليه يكتب الخبر اللي هو أراه. طلع ان انا فعلا قريت الخبر ده برضه بجد. فقعدت اعصر في ذهني ان انا اكتب اللي انا قريته زمان بقى اللي هو كان في احداث اسكندريه دي. ما طلع ازاي يعني مش زي اللي كانوا كاتبينه، فقال لهم شفتوا لازم هو يكتب الخبر هو اللي يعمله عشان هو اللي قراه. طب انا عايز اقول لحضرتك حاجه كده برضه، لانه بيقولوا انه يعني يمكن لو بنشوف المشاهد دي برضه مع حضرتك لانه على الهوا دلوقتي، لانه بيقولوا انه مهنه مذيع الاخبار هتنتهي خلاص، لانه زي ما حضرتك شايف المشاهد دي من مذيع صيني اخترع ديجيتال يعني ده مش حقيقي. فيقول لك الصين اخترعت مذيع اخبار يقول الاخبار بدون وجود يعني انسان، يعني ده كمبيوتر ويقول الاخبار كلها بالذكاء الاصطناعي دلوقتي. طب ده مش حقيقي يعني ده راجل مش حقيقي بس هم اخترعوه. تفتكر انه فعلا مهنه مذيع الاخبار هتنتهي؟ مش هينفع لانه المشاهد المصري اتعود ان انا اغلط. في اخطاء بتحصل فهو مش هيغلط فهيبقى دمه تقيل. دمه تقيل لازم يبقى فيه روح دايما. بس حضرتك كسرت يعني دايما الناس بتقول انه مذيع الاخبار دايما شخص متجهم وجد قوي وناس دايما بتشوفه على طول مكشر، ده مش حقيقي طبعا. والله هو من الاحداث، الاحداث هي لما تكون ملتهبه وصعبه وبتشوف جثث وناس بتتخطف وناس كده وناس واعدامات وحاجات كده، فلازم الناس كمان لما كانت بتشوف تتر النشره كانت تقول يا رب خير. لانه لازم يكون فيها حدث وحش طبعا. دي يعني عملت انطباع فينا كده ان لازم ابقى حتى اشارك الناس الحزن. فدي دخلت في دي، فبقينا ايه ما رغم ان كنا في
أقوال الصحف اللي هو بالليل بنجيب أخبار خفيفة كتير قوي. يعني أنا فاكر كانت معايا زميلة ما عرفتش تكمل البرنامج من الضحك. كان خبر هو المعد كاتب لي إنه وجايب بالصورة برضو عريس من لندن وهو في الكوشة حماته ضربته بالحذاء وخناقة كبيرة في الفرح. فأنا قلت معقولة في لندن كده؟ فلقيت المذيعة اللي جنبي بتضحك بطريقة يعني قالت لهم مش هكمل يعني في لندن وحماته تضربه بالحذاء أمال هنا نعمل إيه؟ هنا نعمل إيه؟ أكيد كان في خناقة على القايمة أكيد. احنا بنشكرك شكرا جزيلا نورتنا واسعدتنا وكنا مبسوطين بوجودنا في ضيافه حضرتك. الله يخليك. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. المذيع الكبير والاعلامي خيري حسن شكرا جزيلا نورتنا صباح الخير. موفقين دايما ان شاء الله. بشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا واحنا بنعتز بهذا اللقاء انا من الناس اللي هحط اللقاء ده ان شاء الله في السي في بتاعي واشكر حضرتك شكرا جزيلا تاني على تشريفك لينا. مشاهدينا فاصل ونرجع لكم على طول استنونا.